من ضمن الاسئله، انا جاي لي اوفر او عرض في العمل في البورصه المصريه، كنت عاوز اسال الدنيا هناك والورك انفايرمنت والبيئه هناك. الحقيقه وده للناس اللي هتسال، هو قدم على موقع البورصه المصريه، وده اللي ادخل على موقع البورصه المصريه ركن الوظائف، هم طالبين جرافيك ديزاينر وبيطلبوا ناس كتير، لكن على وفق لراي ناس كتير اللي انا عارفه انها بتدي رواتب كويسه، لكن اغلب التعليقات انها تحس انها حكوميه، تحس انها منظمه حكوميه، بيئه حكوميه طبعا حكومه، ولكن كورك انفايرمنت وكناس وكمرتبات تعتبر كويسه جدا. ولكن نصيحتي، لو انت تشتغل جرافيك ديزاينر وشايف ان في تطور او شايف ان في ليميت للمرتب او شايف اي حاجه، تموف اب على طول لمكان اخر لو انت ما استريحتش هناك. ولكن كورك انفايرمنت الناس بتشكر فيها كويس جدا، كمرتبات الناس بتشكر فيها كويسه جدا، في ناس يعني عارفين ان البورصه المصريه قافله، ودي قافله الحقيقه تعيين من فتره طويله، ولكن لانها طالبه جرافيك ديزاينر فده الطلب عليها، وطبعا بيعينوا القيادات وكده، ولكن كمرتبات وكبيئه عمل وكنظام لا، هتستفاد منها كتير. ولكن حاول دايما كجرافيك ديزاينر انك تطور من شغلك بشكل مستمر، عشان لو ما لقيتش الدنيا هناك كويسه تموف اب على مكان اخر، وربنا يوفقك وتبقى كل خير.